بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور محمد ياسين، مدرس التخدير والرعاية المركزة في قصر العيني، دبلومات اوف يوروبيان سوسايتي اوف انستيزيا اند انتنس اوف كير. ان شاء الله النهارده هكلمكم عن كل تفاصيل اليوروبيان دبلوما اوف انستيزيا. اليوروبيان دبلوما اوف انستيزيا برزنتد بي اليوروبيان سوسايتي اوف انستيزيا. طبعا الهدف منها ان هي بتست الدبث والويث اوف يور نوليدج، علشان في الاخر تقول ان انت كومبتنت، ان انت نوليدجبل، وبالتالي هي هتعترف بيك في ان انت هتقدر تشتغل بالشهادة دي في بلاد مثلا زي اليوكي وايرلند. ودي طبعا من اهم الاسباب اللي الناس بتسعى فيها للحصول على اليوروبيان دبلوما، انه طبعا هي وسيلة ليك ان انت تقدر تسافر الى طبعا اشهر البلاد طبعا اللي بنروح لها هي اليوكي وايرلند. طبعا بتحتاج ان انت تعمل شويه حاجات تانية زي language competency مثلا OET والايلتس وخلافه، ودي طبعا تفاصيل تانية اكيد طبعا حضراتكم كلكم عارفينها، لكن هي طبعا الخطوه الاولى بالنسبه لك هي الحصول على الشهاده بتاعه اليوروبيان دبلوما اوف انستيزيا. الميزه الثانيه لليوروبيان دبلوما هي ان هي بتاكزامت يو من امتحانات كتير زي الفيرست بارت مثلا بتاع الايجيبشن فيلوشيب، زي الممبرشيب بتاعة الرويال كوليدج اوف ايرلند، زي البرايمري اف ار سي اي اذا كنت انت ناوي تكمل بعد كده في الامتحانات. بالنسبه للاستراكشر اوف اكزام، طبعا الامتحان بيتكون من جزئين بارت 1 وبارت 2. بالنسبه للتفاصيل بقى اللي ليها علاقه ب ايه الريكويرمنتس اللي انا محتاجها عشان ادخل الامتحان، الامتحان عباره عن ايه، مدته قد ايه، الماركينجز عامله ازاي، كل التفاصيل دي هنتكلم عليها دلوقتي. بالنسبه للفيرست بارت اوف يوروبيان دبلوما، طبعا الريكويرمنتس بتاعتها ان انت بس يبقى في ايفيدنس ان انت بتشتغل تخدير في اي مكان. طبعا الاوروبيان سوسايتي هنا بتريكومند ان انت تكون شغال تخدير على الاقل 3 سنين بالنسبه للجزء الاول و5 بالنسبه للجزء الثاني، لكن ده مش شرط. هنا ريكويرمنتس ان انت بتجيب اي ايفيدنس ان انت شغال تخدير في اي مكان بالنسبه للجزء الاول. طبعا الامتحان هنا هو عباره عن ام سي كيو مالتيبل ترو اند فولس، ورقتين بيبر 1 دي كونسرنت بالبيزكس زي الفسيولوجي والفارما والفيزكس والاناتومي، وعباره عن 60 سؤال، مده الامتحان 90 دقيقه، كل سؤال منهم 5 نقط. الخمس نقط دول لازم كل نقطه فيهم تقول اذا كانت هي صح او غلط، وطبعا بيبقى فيه سيبريت انسر شيت اللي انت بتقدر تجاوب فيه. الجزء الثاني او البارت 2 هنا هي طبعا كونسرنت بالكلينيكال، الكلينيكال انستيزيا، الانترنال ميديسن، الاي سي يو، الامرجنسي، كل التفاصيل دي، البين، تمام. طبعا برضو نفس الكلام 60 سؤال، كل سؤال تحتيه 5 نقط، مدة الامتحان 90 دقيقة، بتجاوب برضو في separate answer sheet. بالنسبة للماركينجز هنا هما بتختلف من سنة لسنة، بتعتمد على قوة الورقة وقوة السنة اللي انت داخل فيها، فدي بتختلف من مكان، يعني بتعتمدش اساسا على اجابتك، او بتعتمد كمان في other factors بتأثر على القصة دي اللي هي صعوبة الامتحان وصعوبة السنة اللي انت داخل فيها. طبعا الامتحان تقريبا بيبقى في شهر 9، في نص شهر 9، والنتيجة بتظهر في تقريبا في شهر 11، بيبعت لك التفاصيل كلها انت عملت ايه في الورقة الاولانية التانية وهكذا. ده بالنسبة للجزء الاول. بالنسبة للسكند بارت اوف يوروبيان دبلوما، وطبعا الامتحان اورال اكزام. طبعا كان زمان لازم تسافر عشان تعمل الامتحان ده، الامتحان ده طبعا دلوقتي اونلاين، بيتكون من 4 لجان، كل لجنة بيبقى قبلها 10 دقايق بيديك فيها سؤال قبلها، بتقعد تجاوبه، تمام، وبعد كده بتدخل بيبدا يتناقش معاك في السؤال ده، وبيبقى المدخل بقى لبقيه الايه، بقيه اللجنه. اللجان زي ما اتفقنا هم 4 لجان، لجنتين اللي هم البيزكس ولجنتين تانيين اللي هي الكلينيكال. لجنتين البيزكس طبعا بيكونسرند بالمواضيع بتاع البيزكس زي الفسيولوجي والفارماكولوجي اساسا، وبقيه من الحاجات التانية زي الفيزكس والاناتومي اللي هي يعني ممكن في الناس بعض الامتحانات ما بتسالوش فيها، لكن طبعا الفسيولوجي والفارماكولوجي دول طبعا اهم حاجتين. بالنسبه للجان الكلينيكال في لجنه منهم اي سي يو، ودي ال10 دقايق اللي قبلها دي بتبقى عباره عن كيس
يعني حالة اي سي يو بيتكلم فيها زي الاي ار دي اس، السبسز، الدي كي اي، المواضيع المشهورة. وطبعا ممكن يبقى فيها ايميجنج زي الاي سي جي والاكس راي والايكو والسي تي وهكذا. اللجنة التانية في الكلينيكال هي الأناسيزيا، ودي برضو بيبقى العشر دقايق الأولانيين دول بيبقى فيهم سيتويشن كلينيكال سيناريو وعليه بعض الأسئلة، وبيخش يتناقش معاك فيه كبداية اللجنة، وبرضو بيبدأ يتطرق لمواضيع أخرى. بالنسبة للماركينجز طبعا كل لجنة هي فيها اتنين ممتحنين، كل ممتحن بيحط درجة سيبارتلي، والكوميتي بعد كده بتجمع الدرجات دي. المفروض ان انت في البيزكس، في لجان البيزكس المفروض ان انت النتيجة بتاعتك تبقى 25 من 40، الكلينيكال نفس الكلام 25 من 40، لكن التوتال هنا لازم يبقى 60 من 80، فانت محتاج تجيب اعلى من درجة النجاح في اي من اللجنتين او في الاثنين، بحيث ان يبقى مجموع الدرجات بتاعتك 60 من 80. طبعا النتيجة الامتحان بتعرفها في وقتها، لكن الشهادة بتقعد شوية وقت على ما بتقدر ان انت تاخدها. ده بالنسبة لتفاصيل الامتحان. طبعا عشان تدخل الامتحان السكند بورت لازم يبقى معاك حاجة زي السكند بورت بتاعت الايجيبشن فيلوشيب، او يبقى معاك مثلا الماستر علشان تقدر تدخل الامتحان. تمام، ازاي احضر للامتحان؟ هنتكلم على القصة دي بالتفصيل. طبعا التحضير للامتحان ما بيختلفش بالنسبة للجزء الاول والجزء الثاني في حاجة، هو نفس المصادر ونفس طريقة المذاكرة، لكن بيختلف التحضير للامتحان. زي مثلا انت في الجزء الاول لازم تحل ام سي كيو كتير طبعا، لان سؤال المالتيبل ترو اند فولس ده سؤال شويه بيبقى صعب، فلازم تعود نفسك على ان انت تحل السؤال ده. طبعا الريكومنديشن ليست بالنسبه للاوروبيان سوسايتي هو كتاب 1000 مالتيبل ترو اند فولس، ده كتاب كلنا عارفينه طبعا، هو ده الريكومندد، وده كتاب كبير لازم تبذل مجهود فيه علشان تحله. بالنسبه للجزء الثاني طبعا بيحل طبعا الاسئله اللي هي الشورت انسر كويستشنز واسئله الكتب الاورال اكزامز بتاعه الاف ار سي، وطبعا لازم يحفظ الكيرفز مثلا ازاي يرسمها وازاي يعمل لها اكسبلانيشن، ده بالاضافه طبعا للاجزاء الثانيه زي الاي سي جي والاكس راي والحاجات دي، لازم طبعا يفولفيل الايتيمز دي لانها طبعا بتتسال في الامتحان. بالنسبة للمذاكرة، المذاكرة بالنسبة للبيزكس طبعا في عندي كتب زي البودكاست وزي الماستر باس بالنسبة للبيزكس، طبعا في كتاب اسمه ماثيو ده بتاع الكيرفز وده كتاب كويس جدا. بالنسبة للكلينيكال ممكن كتاب كلينيكال فايفا وكلينيكال بودكاست يكونوا لطاف جدا في المذاكرة. طبعا ده لا يغني ابدا عن ان انت لازم تبص على الاسئلة علشان تعرف الايه البروسبكتيف اللي هم بيدخلوا منه للاسئله والطريقه او الحاجات اللي هم بيركزوا عليها. بالنسبه لكورس اليوروبيان دبلوما، طبعا احنا في الكورس الهدف منه ان احنا بنختصر وقت المذاكره اول الحاجات اللي انت بتبذل مجهود فيها علشان تقدر ان انت تستوعبها وكلام زي كده، فطبعا دي بركز عليها في الكورس، وبالتالي انت بتقدر ان انت تستغل الوقت ده اقصى استغلال ممكن. بالاضافة طبعا الى ان احنا بعد كل جزء بنخلصه زي الفسيولوجي او الفارما او خلافه، طبعا بيبقى فيه ريفيجن على الاسئلة اللي بتيجي في الموضوع ده والام سي كيو وهكذا، وطبعا انتوا بيبقى ليكوا فرصه في الوقت ده ان انتوا تجاوبوا وتست يور سيلف، يعني ان انت ازاي ممكن تبقى موجود في الامتحان وتتكلم وكلام زي كده. طبعا الكورس هنا هو كورس اونلاين بيتكون من جزئين، جزء منه لايف اللي هو على زوم بلاتفورم وده كونسرنت بالجزء بتاع البيزكس، وجزء تاني ريكوردد بالكامل اللي هو الكلينيكال، وده بيبقى بيزد على كتاب كلينيكال اناسيزيا فايفا بوك. طبعا هنا الكورس الاونلاين ده مدته 3 شهور، المحاضرات بتاعته بتبقى 3 مرات في الاسبوع، المحاضرة تقريبا مدتها من ساعة لساعة ونص تقريبا. المفروض ان احنا طبعا بنخلص فيها الجزء بتاع البيزكس ده تماما، وطبعا انت بتبقى ماشي سايد باي سايد مع المحاضرات الاونلاين في محاضرات الكلينيكال، ومحاضرات الكلينيكال دي عددها تقريبا 50 محاضرة تقريبا، محاضرة تقريبا مدتها من 10 ل 12 دقيقة، كل واحدة فيهم بتتكلم على كيس في الكتاب بتاع الكلينيكال فايفا. المفروض ان انت في نهاية الجزء ده بتبقى لامم معظم المواضيع الكلينيكال بطريقة بسيطة اللي هي طريقة الكيس سيناريو، وهي دي الطريقة طبعا اللي بيبقى الامتحان جاي بيها.
ده بالنسبة للتفاصيل بتاعة الكورس. أتمنى لكم التوفيق والنجاح جميعا إن شاء الله. لو حد ليه أي استفسار يقدر يتواصل معايا في أي وقت، والسلام عليكم.